أنا في مدينة لايبزيغ، أكبر مدينة في ولاية ساكسونيا. هذا الشارع يسكنه الكثير من المهاجرين العرب والأتراك وغيرهم من الجاليات. وفي هذه الولاية حزب بديل من أجل ألمانيا أمام فوز تاريخي في الانتخابات الإقليمية، ولكن المعضلة اليوم أن الانتخابات تجرى في وقت يحتدم فيه الجدل حول الهجرة واللاجئين، خاصة هنا في الولايات الشرقية حيث يحظى حزب البديل من أجل ألمانيا بشعبية واسعة، وهو حزب يميني شعبوي. فماذا تعني زيادة التأييد لهذا الحزب المعادي للمسلمين والمهاجرين؟ هل عندك أنت اليوم خوف من وصول حزب الأفد للسلطة أو الحكم؟ طبعا هذا الشيء بيخليني أتوتر، لأنه أولادي بلشوا دراسة هون يعني تعلموا اللغة الألمانية منيح وتعودوا على النظام هون. بصراحة أنا ما بخاف، والحمد لله الوضع هون كتير مليح. أكيد عندي خوف لأنه عم يصير هون يعني مشكلة كبيرة. طبعا في مخاوف كتير، مش شوي يعني، وضع يعني بكون صعب كتير. يعني اليوم الله مثل أنا هون صلي 8 سنوات 9 سنوات، أولادي درسوا، يعني كلمة الترحيل ما هي شغلة سهلة. اليوم مقدم اللجوء، يعني عندي مخاوف انه ما ينغب اللجوء او يترفض او يترحل، عندي كل المخاوف هاي. هلا اكيد احنا كشعب سوري هون صرنا 10 سنين في المانيا، يعني بنينا واشتغلنا وفتحنا محلات وعندنا محلات، فاكيد هذا الشيء بيخرب مستقبلنا، بيخرب تعبنا، بيروح تعبنا، فاكيد رح نتضرر، يعني تتضرر المصالح، تتضرر المطاعم، كله بيتضرر. هذا الخوف لدى مهاجرين تزايد بعد عملية طعن في مدينة زولينغن، حيث قتل لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عاماً 3 أشخاص وجرح 8 آخرين. هذا الهجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي. الشاب الذي كان من المفترض ترحيله العام الماضي أثار بهجومه مناكفات سياسية في ألمانيا بما يتعلق بترحيل من رفضت طلبات لجوئهم والمدانين. وعقب الواقعة اتهم حزب البديل من أجل ألمانيا الحكومات الفيدرالية المتعاقبة بنشر الفوضى، ويسعى الحزب إلى استغلال الغضب بسبب الهجوم لتعزيز حظوظه لكسب أصوات في الانتخابات. وفي المقابل الأحزاب التي كانت أكثر انفتاحاً نحو الهجرة أصبحت في مأزق. فالمستشار أولف شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي لليسار الوسط الذي عرف حزبه بنظرته المنفتحة نحو المهاجرين، تعهد هو الآخر بتكثيف عمليات الترحيل لمن غير المسموح لهم بالبقاء، وهو ما أثار مخاوف عدة في أوساط المهاجرين بأن يتم التشديد على قوانين اللجوء نحو لاجئين من دول مثل سوريا. مو كل السوريين انه اصابعك كلها مثل بعض. انا صار لي هون 9 سنوات اشتراس مبان ما عندي. اتمنى يعني واحد بيعرف حدا يعمل غلط بيخبر عليه، يعني جاي معدي 14 15 دوله مشي، تاخر شيء بيجي واحد حقه فرنجين برحلنا كنا مشانه، شو ذنبنا احنا؟ ما لنا ذنب. البلد بسوريا لساتها بخطر، يعني لساتنا بحاله حرب، يعني ما لنا مستعدين نرجع للبلد الا لتحسن. يعني نحن ناس طيبين ومساعدين، وحرام انه يبنوا على فكره شخص واحد عمل خطا يبنوه على كل الاشخاص. هذا الشيء ما بيجوز، لانه الواحد اصابعه مو مثل بعض، اصابعه مو مثل بعض، بيجيكي الاصابع مختم عندها الاشخاص مو مثل بعض. انا سوريه، مو انه بيحاسبوني على رفيقتي ولا على الثاني، بيحاسبوني لشخصي، للشخص اللي عمل غلط، بس هذا هو. يعني انت جيت قطعت قاعد تغامر بروحك، يعني شزود من روحك انت، يعني من الخوف اللي داخلك غامرت بروحك، يعني أثمن ما تملك حياتك، يعني قاعد تغامر بحياة أولادك اللي تجي على نقطة تعيش بأمان وسلام. يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا حالياً أفضل نتائج له منذ تأسيسه عام 2013، وخاصة هنا في الولايات الشرقية التي كانت تابعة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً. وصنفت الاستخبارات الداخلية الألمانية بعض هيئات الحزب بأنها يمينية متطرفة تهدد دستور البلاد، وأكدت محاكم ألمانية هذا التصنيف. لكن حصوله على أصوات كثيرة لا يعني بالضرورة أنه سيتمكن من الهيمنة على البرلمان الإقليمي أو تشكيل حكومة، لأن الأحزاب الأخرى تستبعد لغاية الآن أي تعاون معه. الحزب يعتمد أيضاً على أجندات مختلفة مثل استياء قسم من السكان بسبب التضخم الناجم بشكل خاص عن الحرب في أوكرانيا
التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ويناهض الحزب الاتحاد الأوروبي واليورو ويعادي الهجرة والمسلمين. وسياسات الحزب حول هذه الملفات لا تتوافق تماماً مع أجندات بعض الأحزاب الأخرى في الولاية. فهل سيتلاشى خوف المهاجرين واللاجئين قريباً أم سيزداد مع الوقت؟